السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم قواعد التاء والهاء. للتمييز بين التاء والهاء نلفظ الكلمة منونة، فإذا لفظت هاء تكتب هاء، وإذا لفظت تاء تكتب تاء. مثال: مدرسة، سمعنا صوت تاء، إذن الكلمة بحاجة إلى تاء. وجه، سمعنا صوت هاء، إذن الكلمة بحاجة إلى هاء. صغاري لا تنسوا دراسة الدرسية صفحة 4 وحل الواجب صفحة 5 وكتابة ما تم شرحه على دفتر التدريبات والقواعد. انتهى الدرس، إلى اللقاء.